عند نهر هلمند تفترق إيران عن طالبان بسبب إمدادات المياه، وهو ما قالت عنه مجلة ساينس إنه مؤشر لنشوب حرب دامية بين البلدين. ملامح الخلاف بدأت عام 1973 إذ تراجعت حصة المياه التي تضمنها أفغانستان لإيران من مياه هلمند، فلم تعد هذه النسبة كافية. فبالنسبة لقادة طهران، وفيما أشارت الحكومة الإيرانية إلى أنها تتلقى أقل من 4% من حصتها الموعودة، ألقى الطالبان باللوم على الجفاف في تقييد التدفق وانخفاضه. قدر باحثون انخفاض حجم مياه نهر هلمند التي تصل إلى إيران بأكثر من النصف على مدى العقود الماضية بسبب بناء سدود جديدة والتوسع في الزراعة المروية في أفغانستان. قالوا أيضا أن ارتفاع درجات الحرارة وقلة هطول الأمطار وتزايد عدد السكان والتوسع الزراعي وعدم الاستقرار السياسي زاد من المخاطر على امدادات النهر. كانت أفغانستان عام 2021 اكتسبت سيطرة أكبر على تدفق النهر مع الانتهاء من تشييد سد كمال خان الذي يمكنه تخزين حوالي 52 مليون متر مكعب من المياه. فيما تتهم إيران طالبان بحجم المياه خلف السدود بطرق رأت أنها تنتهك معاهدة لتقاسم المياه، لهذا تحاول طهران البحث سلميا عن اتفاق مبدئي مع كابل لعلها تتخطى أزمة العطش. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.